ربنا يحفظكم ببعض. امين يا رب العالمين. السؤال اللي بعده يعني حاول بقى ما يكونش لغة. ان شاء الله يلا اساليني. اوب 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 يلا. لغم. اه اوكي لغم يعني لغم. انت مصرين على الالغام بعد رقم 11. مصرين يعني على الالغام. انت اللي مصر كده. هناخد السؤال رقم 12 في اللغم. عايش طويل. هذا سؤال طويل جدا. صابر الرباعي خسر كثير بسبب صمته. تهاجمت في تونس كثيرا بتهمة التقصير تجاه بلدك. هكا كلام هذا بلدك بلدك الأم. ليه ما بتتكلمش عن اللي بتقدمه في الخفاء؟ شوف هذا موضوع. أولا ما خسرتش. علاش خسرت يعني؟ ما عمري ما خسرت. بقدر بالعكس يعني. الناس لما الناس اللي تعرف صابر واللي عملته وذية طبعا اللي نعمله لبلادي مش السؤال خلاك متوتر شوية؟ أبدا. واجب هذا واجب علي أني نقدم ونكون سند بالكلمة ولا بمالي ولا بكياني وجسمي فداء الوطني. هذا مش كلام لأنه أنا بالنسبة لينا تونس خط أحمر. اللي قدمته فنيا لتونس على الأقل أنا من الناس أو من الفنانين اللي كنت مساهم نوعا ما في انتشار الأغنية التونسية. طبعا ما نساوش ذكرى الله يرحمها، ما نساوش لطيفة، ما نساوش الفنان الكبير لطفي بوشناق. يعني كل هذه الأسماء الكبيرة اللي انطلقت من تونس إلى خارج تونس حتى تمثل روحها وتمثل بلادها وتمثل فنها الأصيل. لما جبنا سيرة تونس وسألتك عليها جاوبت باللهجة التونسية. لا أنا نجاوب باللهجة المبسطة التونسية. لا أنت عم جاوب باللهجة التونسية يا صابر. قبل كده كانت مصر. فهمتني ولا ليه؟ لا فهمت عليك خلاص. تمام. سلامة. عجبتك الفكرة دي؟ تمام. حلوة؟ لا جدا جدا. كلها ألغام. مش مشكلة احنا مستعدين. الحمد لله عدينا مرحلة الألغام. تمام. وهنروح نقعد مكاننا ونكمل بعد الفاصل. اتفضل.